خلونا نروح لجزء تاني تاريخي وهو حديقة الحيوان. خلينا نتابع مع مراسلنا محمد جمال من حديقة الحيوان. صباح الورد. صباح الورد سلمى، صباح الورد كريم. بالفعل أنا موجود دلوقتي داخل حدائق أو حديقة الحيوان بالجيزة، واللي استقبلت أعداد كبيرة من الزوار خلال أجازة عيد الفطر المبارك، باعتبارها بالطبع أحد أهم المزارات اللي بيخرجوا ليها في الأعياد والمناسبات عند المصريين. أنا دلوقتي داخل حديقة الحيوان، ويشرفني أن أنا يكون معايا ضيفي الدكتور محمد رجائي، مدير عام حدائق الحيوان. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة تن تي في. أهلا وسهلا بقناة تن والسادة المشاهدين، وكل مصر سنة ومصر كلها طيبة بإذن الله. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بالطبع حديقة الحيوان من أهم المزارات عند المصريين في المناسبات، هل في كتير من الزوار زاروا حديقة الحيوان في الجيزة في الأجازة، في أجازة عيد الفطر؟ احنا والله فعلا الاجازه الماضيه دي كان في اقبال كبير جدا 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 على حديقه الحيوان بشكل يعني اعتقد لم يسبق له مثيل. احنا تخطينا 500,000 مواطن يعني في فتره الاجازه، والحقيقه برضو ده نظرا للحقيقه كان في خدمات كبيره جدا مقدمه الفتره الاخيره، والحديقه فعلا الناس كلها اثنت عليها، وسائل الاعلام اثنوا على المجهود المبذول، ومن خلال يعني البرنامج انا بوجه الشكر لجميع العاملين بحدائق الحيوان على المجهود اللي بذل لاستقبال الناس. احنا بنشكرك برضو يا فندم. لكن بعد موسم مهم بالنسبة للحيوانات وإرهاق على الحيوانات في عدد الزيارات وفي استمرار العرض، هل بيتم يعني مكافأة هؤلاء الحيوانات بوجبات زيادة أو أكتر؟ والله طبعا احنا عندنا في اهتمام كبير بالحيوانات، وطبعا احنا بنخصص لهم يوم راحة عموما بعد يعني الضغط اللي كان موجود، لان يعتبر برضو العرض ده وقدام جمهور كتير ده بيعتبر يوم عمل للحيوان شاق، فبيبقى في يوم الثلاث دايما من كل اسبوع بيبقى في راحه للحيوانات، وطبعا احنا بنديهم برضو يعني بعد الضغط ده برضو اكل مميز شويه، بكل حيوان بيبقى ليه وجبات مفضله، بنزود لبعض الحيوانات زي الزراف زي الشمبانزي الفاكهه والخضار بنزوده شويه بحيث ان يبقى فيه يعني مود كويس للحيوان، والحيوان يبقى في بيئة كويسة وصالحة ليه. ايه الجديد يا فندم حديقة الحيوان بتقدمه للجمهور لرفع شأن الحديقة وجذب مزيد من عدد الزوار؟ والله حضرتك احنا اشتغلنا طبعا مع وزارة الزراعة وتعليمات معالي الوزير ان احنا يبقى في يعني نشتغل في محورين مهمين جدا. المحور الاول اللي هو محور استخدام حيوانات جديدة وصحة الحيوانات ومظهرها في العرض يكون لائق، وتكون الحيوانات كلها بصحه جيده. والحقيقه اطباء البيطريين هنا في الحديقه بذلوا جهد كبير جدا في انه الحيوانات يبقى في خطه اكسار حقيقيه، وفي بعض الحيوانات زادت بشكل ملحوظ، وكانت برضو تعليمات معالي الوزير ان احنا يبقى في تفكير خارج الصندوق، ان احنا نستخدم حيوانات بدون اي اعباء على الدوله، وكان فكره البدل ان احنا نبدل من الحيوانات اللي زادت دي مع حدائق عالميه، نقدر نتواصل مع حدائق عالميه ونقدر نبدل بحيوانات مش موجوده عندنا. وفعلا اخر حيوانات جبناها يمكن سبع البحر، اربعه سبع بحر ما كانش موجود عندنا، جبنا الزراف، جبنا النمور البنغاليه، جبنا المها العربي، جبنا مجموعه كبيره من الزواحف، ملينا بيت زواحف. يعني الفترة اللي فاتت جه مجموعة من الكنجارو الأحمر، جه مجموعة من الحيوانات الدب الروسي، جبنا حيوانات كتير جدا الفترة اللي فاتت وبأسلوب مبتكر هو أسلوب البدل. يمكن المحور الثاني اللي اشتغلنا فيه برضو موضوع المشروعات الترفيهية داخل الحديقة، واحنا عملنا بيتنج زو أو حديقة حيوان مفتوحة، حيوانات أليفة في نفس الوقت برية، ودي افتتحها معالي وزير الزراعة، ودي عاملة سعادة كبيرة جدا للأسر المصرية الحقيقة. تعامل مباشر ما بينها وما بين الجمهور. بالظبط، في تفاعل مباشر بين الحيوان وبين الزائر، ويقدر الزائر يقترب من الحيوان ويتصور معاه ويأكله، وبياخد فعلا سلة أو باسكت كده فيها أكل وهو داخل، وبيتعرف بياخد فقرة توعية كمان، الطفل بياخد فقرة توعية يعني عن الرفق بالحيوان، وإن الحيوان ده ممكن برضه له مشاعر زينا ويقدر يعني بيحزن وبيفرح، يعني الزائر ده كل ده بيهذب سلوك الطفل وبيعرف إن الحيوان ده صديق له. برضو من المشروعات الترفيهية اللي احنا عملناها برضو عاملة جذب للزائرين مشروع البدلات النهرية، مدينة ملاهي متكاملة الحقيقة بألعاب كهربائية، عملنا خدمة التنقل داخل الحديقة، يمكن الطفطف
والعربات الجولف كار، كل ده سهل على الناس انها تقضي يوم جميل داخل الحديقه. لماذا تم تخصيص يوم الثلاثاء كأجازة للحديقة واستقدام عدد محدد من أو استقبال عدد محدد من الجمهور مع رفع قيمة التذكرة؟ احنا الحقيقة تعليمات الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان واللي احنا عضو فيه، وبرضو دي برضو تعليمات الاتحاد الدولي ان احنا يبقى فيه يوم راحة للحيوانات أو يوم صيانة، فاحنا بنتخذ اليوم ده يوم راحة للحيوانات، بنأدي فيه بقى كل شغلنا كخطة وقاية وتحصينات، التحصينات المطلوبة للحيوانات ضد الأمراض الوبائية، بنعمل صيانة الورش للأماكن ومبات الحيوانات وأعمال الطلاء والدهان والتجميل، كل ده بيتم في يوم الثلاث، بيبقى يوم صيانة. القسم الزراعي بيبذل جهد كبير جدا في صيانة المساحات الخضراء، لأن طبعا احنا بعد العيد برضو بيحصل في بعض المساحات الخضراء زي النجيل والحاجات ده كله بتبقى ترجع أراضي ترابية، فبنزرعها من أول وجديد، فبتحتاج جهد كبير جدا إن احنا نعمل الصيانة للمساحات الخضراء وتهذيب الأشجار. فيوم الثلاث ده يوم صيانة، وفي نفس الوقت احنا عملناه يعني في وفود سياحية بتبقى جاية مستعجلة مسافرة عايز يزور حديقة الحيوان، فاحنا بنعمل له زي تذكرة مجمعة إنه يقدر يدخل حديقة الحيوان بحجز مسبق. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، وان شاء الله دايما موفق. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. اذا سلمى، كان هذا لقاء خاص مع دكتور محمد رجائي مدير عام حدائق الحيوان بالجيزه على هامش بالطبع التطور والانجازات التي تتم داخل حدائق الحيوان، بالطبع اضافه الى ما تم خلال الفتره الماضيه من استقبال اعداد كبيره من الزوار خلال اجازه عيد الفطر. اليك سلمى. مشكورة جدا يا محمد جمال على هذا التقرير.